أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعضاء اللجنة الإدارية، أعضاء الكتابة الجهوية للرباط، أخواتي إخواني المناضلين والمناضلات في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه لشرف عظيم أن ألقي أمامكم هذه الكلمة نيابة عن إخوتكم في لجنة التحضير لهذا اللقاء، لقاء القيادة الحزبية. هذا أمام هذا المقر التاريخي للاتحاد الاشتراكي، نظراً للمكان من رمزية تاريخية، حيث كان مقراً لزعماء الاتحاد عبد الرحيم بوعبيد رحمه الله والمجاهد عبد الرحمن اليوسفي أطال الله في عمره وآخرون. لقد شهد هذا المكان بالضبط ميلاد أهم القرارات التاريخية تنظيمياً وسياسياً، جعلت من حزبنا أداة فعالة في المجتمع عبر تاريخه. وقد يتساءل الكثيرون، ما الهدف من هذا اللقاء؟ إخواني أخواتي، لا يخفى عليكم ما وصل إليه حزبنا من اندحار وتراكم للفشل، سواء في الاستحقاقات المحلية أو التشريعية، انتهت إلى تمثيل هزيلة في المؤسسات المنتخبة، وإلى تحالفات هجينة مشوهة في تشكيل الحكومة لا رابط سياسي معها، وذلك كنتيجة حتمية لابتعاد المجتمع عن طبعة الاتحاد الاشتراكي الحالية. إن هذه المؤشرات تعبر بالأساس عن عمق الأزمة المتشعبة التي يعاني منها حزبنا. فمن حيث التنظيم، لا يخفى عليكم الطابع العام الذي يطغى عليه الجمود شبه التام لكل الوحدات التنظيمية فروعاً وكتابات إقليمية وجهوية وقطاعات وروافد الاتحاد، التي كانت دائماً تجسد امتدادات حزبنا في المجتمع. وهذا الجمود كان نتيجة التشوه التنظيمي الذي عرفتها هذه الوحدات التنظيمية لحزبنا باسم ما اصطلح عليه لانفتاح العشوائي، الذي لم يكن الهدف منه سوى تغيير البنية الديموغرافية قصراً بمنطق التحكم من طرف القيادة الحالية. وها أنتم ترون خطورة التشويه الذي عرفته اللجنة الإدارية الوطنية بمنطق التعيين في هذا الجهاز التقريري برلمان الحزب، الذي من المفترض أن يكون منتخباً من المؤتمر، طاله التشويه والتعيين من طرف الكاتب الأول. عين أناس لا علاقة لهم بالمؤتمر، بل لم يسعفهم الحظ حتى أن يكونوا مؤتمرين. ولماذا كل هذا؟ لقلب المعادلة السياسية داخل الحزب. إن القيادة الحالية كما تعلمون بصدد التحضير للمؤتمر 10 في ماي 2017، ويتم التحضير لهذا الحدث التنظيمي والسياسي العام، والبيت الاتحادي مبعثر، أي بدون إشراك ولا إشراف من الكفاءات والأطر الاتحادية المتميزة. إن المؤتمر 10 كما يراه الضمير الاتحادي يجب أن يكون مؤتمراً للتجميع وليس مؤتمراً لتفتيت المفتت. إن المؤتمر 10 يستوجب من منطق الاتحاديات والاتحاديين أن يكون فرصة لتجميع كافة القوى الاتحادية حول المشروع الاتحادي، مشروع إعادة بناء وتأهيل حزبنا ليضطلع بالدور الريادي الذي كان دائماً يلعبه في المجتمع. ومن هذا المنطق إخواني أخواتي، نوجه نداء أخويا للكاتب الأول أن يعلن عن قرار شجاع، قرار تأجيل انعقاد المؤتمر 10، ودعوة كافة الاتحاديين والاتحاديات للعودة إلى بيتهم العتيد وإعادة هيكلة اللجنة التحضيرية، ليساهموا في الإعداد الفعلي لمؤتمرنا على أسس تنظيمية سليمة لا تحكمها إلا خلفية تأهيل حزبنا كضرورة وطنية.
كما نود التنبيه إلى أن المؤتمر ليس بإجراء تقني محض يفرضه قانون الأحزاب، بل بالنسبة للاتحاديين والاتحاديات هو مؤتمر المصالحة مع الذات، مؤتمر تجميع الطاقات الاتحادية. عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونشجب السلوك الانفرادي الذي قام به الكاتب الأول بإغلاق هذا المقر التاريخي في وجه أطر قيادية. تعلمون أن هنا أعضاء المكتب السياسي واللجنة الإدارية، ومنهم مسؤولون أو من كان مسؤولاً في القطاعات الحكومية كوزراء، وهذا لا يبث للثقافة الاتحادية بشيء. يمكن أن نختلف مع الكاتب الأول في تدبير الأمور، ولكن أن ينفرد بقرارات لا تنظيمية بأسلوب متخلف يبين أنه بعيد عن تدبير ديمقراطي، ولا علاقة لنا بهذا المنطق. ونشكر الإخوة والصحافة التي حضرت بكثافة لإيصال كلمتنا أولاً إلى كل الاتحاديين عبر ربوع المملكة، وإلى كل المواطنين الغيورين، لأن الاتحاد الاشتراكي ليس بملك الاتحاديين بوحدهم، إنه إرث للمغاربة كلهم. والوطن محتاج إلى اتحاد اشتراكي قوي ممكن أن يرفع التحديات. وشكراً.